السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة التأمينات الهندسية. لو احنا نفتكر مع بعض احنا خدنا ايه في الحلقات اللي فاتت، احنا خدنا واتكلمنا عن ان التأمينات الهندسية دي بتتكون من بابين. الباب الاول هو كان فيه 4 وحدات، اللي هو الوحدة الأولى مقدمة عن التأمينات الهندسية، الوحدة الثانية بتتكلم عن تأمين جميع أخطار المقاولين، الوحدة الثالثة كانت بتتكلم عن معدات المقاولين البرية، والوحدة الرابعة تأمين جميع أخطار التركيب. وده احنا خدناه في الحلقات اللي فاتت. هنبدأ النهاردة في الحلقة النهاردة هنتكلم عن الباب الثاني، والباب الثاني ده بيكون من 3 وحدات. الوحدة الأولى بتتكلم عن تأمين عطل الآلات، والوحدة الثانية بتتكلم عن المعدات والأجهزة الإلكترونية، والوحدة الثالثة بتتكلم عن تأمين فساد البضائع. هناخد أول وحدة من الباب الثاني اللي هو تأمين عطل الآلات. ولو احنا بنتكلم عن عطل الآلات، إن شركة التأمين بتلتزم بتعويض، هتعوض مين؟ اللي هو المؤمن له. طب هتعوضه عن ايه؟ عن الخسائر او التلفيات اللي بتحدث فين؟ في الآلات والمعدات اللي انا مأمن عليها. ولازم هنا في تأمين عطل الآلات هو احد فروع التأمينات الهندسية، هو احد فروع التأمينات الايه؟ الهندسية. لو احنا هنيجي مع بعض على الشاشة ونشوف اول حاجة اللي هي تعريف التأمين عطل الآلات. وتعريف عطل الآلات اول حاجة بيقول لك هنا هو، لو احنا شايفين دي الآلة، ان لو صاحب الشركة او المصنع عنده الآلة دي، فبيروح لشركة التأمين ويقول له انا عاوز ان انا اعمل تأمين لعطل الآلات. في التعريف هنا بيقول لك هو احد فروع التأمينات الهندسية، وبيقدم الحماية التأمينية الشاملة من كافة الخسائر والتلفيات المادية عن تشغيل الماكينات ووحدات أو خطوط الإنتاج المختلفة. يعني إيه الكلام ده؟ إن هنا تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار المادية المفاجئة والغير متوقعة التي تلحق بالآلات المؤمن عليها. يعني هنا شركة التأمين بتعمل ايه؟ ان هي بتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر او الاضرار اللي بتلحق بالايه؟ بالآلات والمعدات. طب بعد كده، بعد ما بعرف التعريف تأمين عطل الآلات، انا عندي الاحكام العامة. طب الاحكام العامة دي هم كام احكام او كام بند؟ هم 3، اللي هو تحديد مبلغ التأمين، مبلغ التأمين، تاني حاجة أسس تسوية التعويضات، وتالت حاجة اللي هي الأخطار المغطاة في السوق المصري. يبقى أنا عندي كام أحكام العامة في التأمين عطل الآلات؟ هم كام؟ هم 3، اللي هو مبلغ التأمين، أسس تسوية التعويضات، وتالت حاجة الأخطار المغطاة في السوق المصري. لو احنا خدنا اول حاجة اللي هو مبلغ التأمين، طب انا مبلغ التأمين ده بيتحدد على اساس ايه؟ بيتحدد على اساس نوع الآلة، على اساس نوع الايه؟ نوع الآلة. لو احنا نيجي مع بعض ونشوف الاحكام زي ما احنا اتفقنا وقلنا ان هو مبلغ التأمين، اول حاجة مبلغ التأمين زي ما اتكلمنا اهو، بيقول ان هو يحدد مبلغ التأمين بناء على نوع الآلة او المعدة موضع التأمين. شايفين هنا في الشكل ده اللي هي دي الغليات. الغليات دي لو هي انفجرت، في حالة ان الغليات مثلا يجب ان يكون مبلغ التأمين كافيا ليس فقط لإعادة الغلاية الى حالته الاولى، ولكن ايضا لتغطية الاضرار حول الممتلكات والمسؤولية المدنية من انفجار الغليات. يعني الانفجار لو الغلاية دي انفجرت، فطبعا هي مش هتبوظ بس لوحديها او الانفجار ليها بس، ده هيأثر على الممتلكات او المكان اللي هي كانت متواجدة فيه. فشركة التأمين بتعوض على اللي هي الغليات وعلى المكان ككل اللي هي الممتلكات والمسؤولية المدنية بسبب انفجار الايه؟ الغلاية. فلازم يكون مبلغ التأمين كافيا، مش بس على ان انا اعيد الغلاية لاعيدها لحالتها الاولى، لا، ان انا بعمل على حالة او حجم المشروع. طب بالنسبة للآلات الكهربائية
والمعدات الأخرى المتنوعة، فإن القيمة السوقية بيسترشد بها في تحديد مبلغ التأمين، وتستخدم قيمة الآلة الجديدة. يبقى هنا في الغلايات لو أنا عندي القيمة أو أحدد مبلغ التأمين في حالة انفجار الغلايات، الغلايات دي لو انفجرت طبعا دي بتأثر على الغلاية نفسها وعلى اللي هو المكان المتواجد في الغلاية. فعلشان كده احنا بنقول ان احنا بنعمل على حجم المشروع، بحدد مبلغ التأمين على حجم المشروع. ده بالنسبة لو أنا هأمن على الغلايات. لو عشان الغلايات دي لما بتنفجر بتأثر، او مش عاوزة بس ان انا اعيد الغلاية بس ترجع لأصلها او الحالة اللي هي كانت موجودة عليها، لا انا عاوز ان انا بأمن على الكل. طب افرض ان انا الآلات ان انا بأمن عليها آلات كهربائية، الآلات الكهربائية دي انا بعملها على السوق ان انا عاوزة ان انا أمن عليها ان هي ترجع لحالتها الطبيعية، لان هي الاله دي ما بتاثرش على الممتلكات او على المسؤوليه المدنيه. فانا بحدد مبلغ التامين على الاله او على ان انا اعيد الاله لحالتها الطبيعيه اللي هي كانت زي الاول. تمام كده. يبقى هنا ده كان في مبلغ التامين. دي من الاحكام او من الاحكام العامه، اول حاجه اللي هو مبلغ التامين. لو احنا هنشوف مع بعض هنا، وبيحدد مبلغ التامين في الاسواق في سوق المانيا وفي سويسرا. لو احنا شفنا على الشاشه مع بعض ان انا بحدد مبلغ التامين بيختلف من سوق تاميني لايه لاخر. سوق المانيا وسويسرا على اساس القيمه الاستبداليه للاله، ان انا بحدد سوق مبلغ التامين في سوق المانيا وسويسرا على اساس القيمه الاستبداليه للايه للاله. اما في سوق لندن على اساس القيمه الحقيقيه للاله. يبقى احنا لازم نفرق بين السوقين اللي هو سوق المانيا وسويسرا، بحدد مبلغ التامين على اساس القيمه الاستبداليه للاله. اما في سوق لندن على اساس القيمه الحقيقيه للايه للاله. طب نشوف بقى في مصر بقى وجهه النظر المصريه، بيكون مبلغ التامين الوارد في جدول الوثيقه مساويا لتكلفه استبدال الاله المؤمن عليها باخرى جديده من نفس النوع او قيمتها الاستبداليه الشامله. مصاريف شامله ايه بقى؟ مصاريف الشحن والرسوم الجمركيه واي رسوم اخرى ان وجدت وتكاليف التركيب. يبقى هنا في مصر ان انا بساوي ان الجدول الوثيقه بيساوي تكلفه استبدال الاله باخرى حاجه جديده، بس برضك بضيف عليها اللي هي مصاريف الشحن ومصاريف النقل والشحن والتركيب في مصر. يبقى زي ما اتفقنا ان احنا في مصر، انا مصر بحدد المبلغ التأمين على اساس اللي انا ارجع الآلة لحالتها زي الاول بالظبط، آلة جديدة، بس لازم ان انا اضيف عليها اللي هي مصاريف الشحن، مصاريف التركيب واي مصاريف ايه اخرى، بس لازم تكون موجودة في الوثيقة. ما ينفعش ان انا بعد ما يحصل الخسارة او تلف وهي مش موجودة في الوثيقة شركة التأمين هتعوض، لا هي شركة التأمين هتعوض على أساس مبلغ التأمين اللي حضرتك بتكتبه في جدول الوثيقة مع حضرتك. تمام كده. يبقى أنا أول حاجة من الأحكام اللي هو مبلغ التأمين. طب تاني حاجة من الأحكام أسس تسوية التعويضات. أسس تسوية الإيه؟ التعويضات. لو احنا هنشوف كده مع بعض، ثانيا أسس تسوية التعويضات. هنا في السوق المصري للتأمين بتفرق الوثيقة المستخدمة في بندها بين حالة التلف الجزئي وحالة التلف الكلي. عندي هنا البنود هما ست بنود ان انا بقدر فيها اشوف تسوية التعويضات. اول حاجة بيقولك بالنسبة للحالات التي يكون الضرر الذي وقع لأي من الآلات اللي هي المؤمن عليها قابلة للإصلاح، تلتزم الشركة بسداد المصروفات الضرورية اللازمة لإعادتها إلى حالتها قبل وقوع الحادث. يبقى هنا الآلة دي هي قابلة للتصليح، يعني هي مش إيه مش تكلفة كلية، لا دي هي تكلفة جزئية إن أنا ينفع إن أنا أصلحها. فشركة التأمين هي بتسدد المصاريف الضرورية لإعادتها إلى حالتها قبل وقوع الحادث، مضافا إليها تكلفة الفك وإعادة التركيب
بالإضافة إلى مصاريف الشحن والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى، بشرط أن يكون مبلغ التأمين متضمنا هذه الرسوم والإيه والمصروفات. يبقى هنا لازم زي ما أنا اتفقنا مع بعض أن مبلغ التأمين لازم يكون متضمن في الوثيقة اللي هي الرسوم والمصروفات دي. بالنسبة للحالة أن الآلة ينفع أن أنا أصلحها. طب الحالة التانية، في حالة إجراء الإصلاح في ورشة ملك المؤمل له، فإن الشركة بتلتزم بدفع إيه؟ بدفع التكاليف المواد والأجور التي تحملها المؤمل له، اللي بيتحملها مين المؤمل له، بغرض إجراء هذا الإصلاح بالإضافة إلى نسبة مناسبة عشان أغطي إيه النسبة دي؟ عشان أغطي المصروفات الإدارية. تالت حاجة، في حالة إذا كانت تكاليف الإصلاح تساوي أو تزيد عن القيمة الفعلية للآلات المؤمن عليها قبل وقوع الحادث مباشرة، فإن تسوية التعويض ستتم على أساس الإيه؟ على أساس اللي هي الكلية لهذه الآلة، الزريف لهذه الآلة، حيث بتلتزم الشركة بتلتزم بسداد القيمة الفعلية لهذه الآلة قبل وقوع الحادث مباشرة. بالإضافة إلى إيه؟ بالإضافة إلى المصاريف الشحن والمصاريف الشحن العادية والتكاليف التركيب والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى، بشرط إن يكون مبلغ التأمين متضامن فيه اللي هي الرسوم والمصروفات. إن أنا هنا لو أنا في تعويض عن الوقوع الحادث، إن الشركة بتلتزم بسداد القيمة الإيه الفعلية. طب لو زادت، هي الشركة مش هتدفع إلا بالقيمة الفعلية المتواجدة في الوثيقة والرسوم اللي احنا متفقين عليها في جدول الوثيقة، اللي هي رسوم الشحن، التركيب، أي رسوم أخرى، بس لازم تكون متواجدة في جدول الوثيقة، لازم تكون متواجدة في جدول الإيه الوثيقة. ده كان تاني حاجة من الأسس تسوية التعويضات. طب نشوف البند الثالث أو البند الرابع، إن هنا بتقوم الشركة أيضا بدفع المصروفات العادية اللازمة لفك الآلة الهالكة. خمسة، إنه لا تلتزم الشركة بسداد أي مصروفات متعلقة بأي تغيرات أو إضافات أو تحسينات أو عمارات أو صيانة. شركة التأمين ما بتعملش أو ما بتلتزمش إن هي بتسدد أي مصروف متعلق بأي صيانة أو عمارة أو إن أنا أعمل تحسينات أو إضافات أو تغييرات، شركة التأمين مش ملتزمة إن هي تسدد. سادس حاجة، إن هي تقوم شركة التأمين بسداد قيمة أي تكاليف إضافية. زي ايه؟ زي العمل الاضافي، العمل الليلي، العمل في العطلات الرسمية، وكذلك مصروفات الشحن السريع، وذلك بشرط ان تكون مغطاة بهذه الايه بهذه الوثيقة. يعني هنا ان شركة التأمين بتكون مستعدة او هي ملزمة ان هي بتسدد اي مصاريف لو انا الآلة دي لو هي شغالة. طبعا هما بيكونوا شغالين بيها في الاجازات الرسمية او في العطلات او في بيشتغلوا ليلا، فكده هو كده لو شركة التأمين بتعوض المصاريف الإضافية دي علشان الآلة متعطلة، فلازم هنا شركة التأمين تعوض عن الحاجات الإضافية، بس لازم تكون متواجدة في الوثيقة، لازم تكون متواجدة في الإيه؟ في الوثيقة. يبقى احنا كده خدنا من الأحكام، لو احنا نفتكر مع بعض في الأحكام، خدنا أول حاجة مبلغ التأمين، وقلنا إن مبلغ التأمين بيتحدد على نوع الآلة أو المعدة أو الأجهزة. تاني حاجة قلنا ده مبلغ التأمين، تاني حاجة أسس تسوية التعويضات. طب تالت حاجة من الأحكام العامة اللي هي الأخطار المغطاة في السوق المصري، الأخطار المغطاة في السوق الإيه المصري. طيب بعد كده لو احنا هنشوف اهو سابع حاجة، إن الشركة لا تتحمل تكاليف أي إصلاحات مؤقتة. إن الشركة ما بتتكلفش أو ما تتحملش التكاليف أي إصلاحات مؤقتة إلا إذا كانت هذه الإصلاحات جزء من الإصلاحات النهائية، وفي نفس الوقت لا تؤدي إلى زيادة إجمالي قيمة المصاريف الإيه الإصلاح. تالت حاجة اللي احنا قلنا من الأحكام اللي هي الأخطار المغطاة في السوق الإيه المصري، بيصدر سوق التأمين في مصر هي وثيقة واحدة للتأمين على كافة الآلات والمعدات ضد العطل،
وتغطي هذه الوسيطة كافة الخسائر والتلفيات المادية والمفاجأة والغير متوقعة، والتي تصيب الأشياء موضوع التأمين أثناء مدة الإيه؟ التأمين. طب وأهمها إيه؟ إيه هي الأخطار أو الأخطاء اللي بتكون موجودة في الوثيقة؟ أول حاجة أخطاء التصميم، تاني حاجة أخطاء التصنيع، إن أنا يبقى فيه خطأ في التصنيع بتاعي، أخطاء التشغيل، رابع حاجة اللي هو انقطاع أو الخلل في الدوائر الكهربائية أو أي أسباب كهربائية أخرى، خمسة اللي هو انحسار المياه في الغليات اللي هو الانفجار الطبيعي، وآخر حاجة اللي هي العواصف والرياح. طب العواصف والرياح دي لو أنا عندي في آلات بتكون متواجدة في أماكن مفتوحة، فالأماكن المفتوحة دي ممكن إن هنا لو حصل عواصف أو رياح بتأدي إلى إن هي تعطل في الآلات. طب لو افرض إن الآلات دي متواجدة في مكان مغلق، ممكن يجي الرياح يهد الأسقف أو يهد المبنى على الآلات، فدي من الأخطار المتواجدة فيها. يبقى أنا قلنا كده في البداية، قلنا تعريف تأمين عطل الآلات، واتكلمنا عن الأحكام، وقلنا إن الأحكام هما ثلاثة اللي هي مبلغ التأمين وأسس تسوية التعويضات، وآخر حاجة اللي هي الأخطار المغطاة في السوق المصري. هناخد بعد كده الجزء اللي بعد كده اللي هي أنواع التأمينات، على أنواع تأمين عطل الآلات، ولو احنا شفنا مع بعض أو الاستثناءات العامة. والاستثناءات العامة دي لو احنا فاكرين يا ولاد ان احنا خدناها فين؟ خدناها في تأمين جميع اخطار المقاولين وتأمين جميع اخطار التركيب. الاستثناءات العامة يعني ايه؟ الاستثناءات العامة، الاستثناءات العامة ان شركة التأمين ما بتعوضش عليها، شركة التأمين ما بتعوضش ايه عليها، لو حصل اي خسارة او اي تلف في الآلات دي شركة التأمين مش هتعوض عليها. طب ايه هي الاستثناءات دي؟ اول حاجة لو احنا مع بعض على الشاشة اللي هو الحرب والغزو واعمال العدو الاجنبي والحرب الاهلية، تاني حاجة التمرد، شغب، الاضطرابات الاهلية والاضطرابات العمالية او اغلاق المصانع والتخريب او الارهاب، تالت حاجة اللي هو الحجز او الاستيلاء او كان سببه او تدمير او اتلاف الممتلكات بامر او باذن اي حكومة شرعية او اي سلطة عامة، الاشعاعات اليونانية او التلوث بالنشاط الاشعاعي من اي وقود نووي او اي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي. كل دي من الاستثناءات العامة اللي شركة التأمين ما بتعوضش عليها. خامس حاجة اللي هي المواد الأسلحة النووية، سادس حاجة الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المؤمل له أو ممثليه، توقف العمل سواء كان كليا أو جزئيا. دي هي الاستثناءات العامة اللي هي لوثيقة تأمين عطل الآلات، زيها زي وثيقة تأمين التركيب، زيها زي وثيقة تأمين المقاولين. هناخد الشروط العامة للوثيقة، والشروط العامة للوثيقة هيها زيها زي برضك وثيقة تأمين المقاولين ووثيقة تأمين التركيب، اللي هي أول حاجة اللي هي إيه؟ مراعاة شروط وأحكام الوثيقة. بيقولك هنا إن يعتبر شرطا مسبقا لوفاة الشركة بمسؤوليتها التزام المؤمل له بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات. يبقى هنا من حق ان شركة التأمين بتدي توصيات او قواعد او اجراءات لازم المؤمن له يلتزم بالتوصيات والقواعد الموجودة في اللي الشركة قايلاله عليه. طيب تاني حاجة من الشروط تغيير الخطر، يجب على المؤمن له اختيار الشركة كتابة بشكل فوري بأي تغيير جوهري في الخطر. لو انا هعمل اي تغيير في الخطر لازم ان انا ابلغ شركة التأمين، ولو انا بلغت شركة التأمين لازم ان انا ابلغه كتابيا، ما ينفعش ان انا ابلغ شركة التأمين شفهيا، لا لازم لو انت هتعمل اي تغيرات او اي حاجة لازم ان انت تبلغ شركة التأمين. طب انا هبلغ شركة التأمين ازاي؟ هبلغها كتابيا ان انا اخطره ان انا هعمل فيه تغيرات في الخطر او هعمل اي تعديلات، يبقى لازم ان انا ابلغ شركة الايه؟ التأمين. يبقى ده تاني حاجة من اللي هي
الشروط العامة. طيب تالت حاجة اللي هي الاحتياطات الواجبة على المؤمن له. ايه هي الاحتياطات؟ اول حاجة يجب على المؤمن له وعلى نفقاته الخاصة ان بيتخذ كافة الاحتياطات المناسبة واتباع توصيات وتوجيهات الايه الشركة. يعني لازم المؤمن يتبع التوصيات والتوجيهات الخاصة بالايه بشركة التأمين. رابع حاجة من الشروط العامة اللي هو الفحص والمعاينة. لممثل الشركة الحق في فحص ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب. من حق الشركة إن هي تعمل إيه؟ تعمل معاينة وفحص للأخطار في أي وقت. واجبات المؤمن له عند وقوع الحادث. المؤمن له أول ما يحصل حادث هيعمل إيه؟ لازم أول حاجة إن هو يبلغ شركة التأمين. يبقى هنا أول حاجة بيبلغ شركة التأمين. طيب تاني حاجة بعد ما بيبلغ شركة التأمين لازم ان هو يحافظ على الحاجات اللي هي موجودة، لازم يحتفظ بيها. وتاني حاجة لازم يبلغ شرطة الشرطة، ولازم ان هو ياخد اللي هو محضر الشرطة ده علشان يقدر ان هو يثبت ان حصل واقع حادث موجود. يبقى دي الخطوات اللي بيقوم بيها المؤمن له، ان هو لازم يبلغ شركة التأمين، لازم يحافظ على الحاجات المتواجدة في واقع الحادث، ويبلغ الشرطة. لو احنا نيجي مع بعض ونشوف اهو، اول حاجة اختار الشركة فورا تليفونيا او برقيا. تاني حاجة ان انا اتخذ كل الخطوات التي فيها امكان للعمل على تقليل حجم الخسارة او الاضرار. تالت حاجة اللي هي المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر، إن أنا بحافظ على الأجزاء اللي أصابها الضرر، وتمكين الشركة أو خبراءها من معايناتها وفحصها. ورابع حاجة إن أنا أخطر الشركة فورا في حالة وقوع الخسارة أو الضرر بسبب حادث حريق أو سرقة أو سطو. بعد كده من الشروط العامة ستة اللي هو إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية. يجوز بناء على طلب المؤمن له إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية، وذلك نظير سداد قسط نسبي عن الفترة المتبقية من التأمين. من حق إن المؤمن له بعد وقوع الحادث إن هو يطلب من شركة التأمين إن هي تعيد مبلغ التأمين إلى حالته أو قيمته الأصلية، بس في نظير إيه؟ في نظير إن أنا بسدد قسط نسبي. طيب سابع حاجة تطبيق مبدأ الحلول في الحقوق. يعني ايه مبدأ الحلول في الحقوق؟ يجب على المؤمن له قبل او بعد حصوله على التعويض من الشركة ان يقوم ويسمح ويساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له. يعني ايه مبدأ الحلول في الحقوق؟ انا كمؤمن له حصل لي حادث، الحادث ده اكيد في حد سبب ليه، فانا باخد التعويض من شركة التأمين وشركة التأمين بتحل محلي ان هي بتبدأ ان هي تتقاضى عشان تقدر ان هي تشوف هو سبب الحادث ده او سبب الحريق ده او السطو او السرقة دي سببها ايه او مين المتسبب فيها. فهي كده بتحل محلي في التقاضي اللي هي شركة التأمين. شركة التأمين بتحل محل المؤمن له عشان ان هي تتقاضى عشان تقدر تشوف هو مين السبب في الحادث ده. ده عرفتوا يعني ايه الحلول في الحقوق؟ تمام. بعد كده هناخد سقوط الحق. يعني ايه سقوط الحق؟ ان يجب على المؤمن له قبل او بعد حصوله على تعويض من الشركة ان يقوم او يسمح هنا بالقيام على نفقته بكل ضرورة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعوة. سقوط الحق يعني ايه سقوط الحق؟ سقوط الحق ان هنا شركة ان انا من حقي او شركة التأمين من حقها ان هي تسقط الحق. بتسقط الحق ليه؟ لو انا قدمت بيانات خاطئة او بيانات خاطئة او ان انا عملت زيفت مثلا او ان انا اعطيت بيانات الخاطئة او اي حاجة مخالفة، فدي من حق شركة التأمين ان هي تسقط الحق عليها ان هي ما تعوضنيش عليها لان اكتشفت ان انا بدي اعطيت بيانات خاطئة. تاسع حاجة اللي هو تطبيق مبدأ المشاركة.
تطبيق مبدأ المشاركة ان انا عندي شركة او مصنع وعندي آلات كتيرة، فانا رحت عملت امنت على الآلات دي في كذا شركة، فلو حصل حادث فكل شركة هتعوض بالنسبة او بالمبلغ اللي انا مبلغ التعويض اللي انا عوضت عملت فيه، هي بتعمل بالنسبة اللي انا مأمن عندها، مش بتأمن على الخسارة كلها، لأن أنا مقسم النسب دي في كذا شركة من الشركات، فكل شركة بتسدد النسبة اللي أنا مأمن عندها. دي اللي هو مبدأ المشاركة، اللي هي الشركة مسؤولة عن تعويض الخسارة أو بنسبة المبلغ المؤمن به لدي إلى مجموعة المبالغ المؤمن بها على نفس الإيه الأشياء. 10 إرجاء سداد التعويض. للشركة الحق في إرجاء سداد التعويض في حالة إيه بقى؟ إذا كانت هناك تحقيقات تتعلق بالمطالبة تتم بواسطة الإيه؟ الشركة. إذا كان هناك شكوك حول المؤمن له في حصوله على الإيه؟ التعويض. 11 الإخطار. كل إخطار أو مخاطبة للشركة خاص بالوثيقة يجب أن تكون كتابيا وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الإيه الوثيقة. اتفقنا إن أنا أي إخطار أو أي مخاطبة لازم تكون كتابية. 11 الشرط الفاسخ. شركة التأمين الحق في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أن تخطر المؤمن له بوقف عقد التأمين مع انذار بموجب سداد القسط خلال كام؟ 10 ايام، واللي اعتبر عقدا مفسوخا. يعني من حق شركة التأمين ان هي تفسخ العقد اذا كان ان اذا المؤمن له قام بعدم سداد القسط، ان هو ما سددش القسط ايه في موعده. 13 شرط التقاضي. ان هنا بتخلي ذمة شركة التأمين من دفع قيمة الخسائر أو الأضرار الناجمة عن الحوادث بعد انقضاء كام؟ 3 سنوات مع علم المؤمن له به، ما لم يكن هناك تحكيما أو دعوى قضائية قائمة ومتعلقة بالإيه؟ بالمطالب. 14 اللي هي المحاكم المختصة. المنازعات أو التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها بتتكون من اختصاص المحكمة المختصة اللي بيقع في دائرتها المركز الرئيسي للايه للشركه. يعني هنا المحكمه المختصه اللي هي بتكون في دايره المركز في دائرتها المركز الرئيسي للايه للشركه. 15 اللي هو جدول الوثيقه وملاحق الوثيقه. هو جدول الوثيقه واقسامها وملاحقها هي جزء متمما لها، وعباره هذه الوثيقه اينما وردت بهذا العقد بتتضمن الجدول والاقسام والملاحق والمتمم لها. كده احنا خدنا اللي هو 15 بند اللي هو من الشروط العامة للوثيقة. هناخد هنا دلوقتي التحميل. يعني ايه التحميل؟ التحميل اللي هو قد يكون نسبيا وقد يكون مبلغ ثابت. فالتحمل النسبي بيقصد به ان بيتحمل المؤمل نسبة مئوية من كل مطالبة مع وجود مبلغ كحد أدنى. يبقى هنا التحمل النسبي ان هنا المؤمن له بيتحمل نسبة مئوية. بيتحمل ايه؟ نسبة مئوية او نسبة علشان ان هو بيتحملها اثناء الخسارة. يعني شركة التأمين مش بتتحمل اللي هي الخسارة كلها، هي بتعوض بس في جزء من المؤمن له بيتحمل نسبة مئوية اللي هي التحمل النسبي. التحمل النسبي مين اللي بيتحمله؟ هو المؤمن له. تمام كده. يبقى احنا كده لو احنا فاكرين احنا خدنا في الوحدة الاولى من الباب الثاني اللي هو تأمين عطل الآلات، وقلنا المفهوم وقلنا الاحكام، وقلنا الاحكام اللي هو مبلغ التأمين وأسس تسوية التعويضات، وقلنا الاخطار المغطاة في السوق المصري، واتكلمنا عن الشروط والاستثناءات العامة لوثيقة تأمين عطل الآلات، واخدنا اخر حاجة اللي هو التحميل. كده احنا كده خلصنا الوحدة الأولى من الباب الثاني في تأمين الهندسة. طب هناخد الوحدة الثانية. طب الوحدة الثانية اسمها ايه؟ اسمها تأمين وحدات تأمين الأجهزة الإلكترونية، المعدات والأجهزة الإلكترونية. من اسمها كده لو احنا شفنا مع بعض على الشاشة، أول حاجة نتكلم عن طبيعة المعدات الإلكترونية
ولو احنا شفنا ان المعدات الالكترونيه هي بدات ان هي تتطور في السنوات السابقه او السنوات الاخيره دي، بدات ان هي تتطور عشان حصل تطور في التكنولوجيا، فهتلاقي ان المعدات الالكترونيه بدات ان هي تتطور في السنوات السابقه. لو احنا هنشوف مع بعض هنا طبيعه المعدات الالكترونيه، المعدات الالكترونيه بتحتوي من الداخل على مكونات ذات حساسيه شديده لدرجة الحرارة والدخان والغبار والرطوبة المحيطة بها، بالإضافة إن تشغيلها بيحتاج إلى تيار كهربي مستمر ومنتظم. إن المعدات الإلكترونية دي زي ما اتكلمنا إن هي حساسة أوي، شديدة الحساسية، وهنا في درجة الحرارة أو الدخان أو الغبار. عشان كده لو أنتوا تلاقوا في الأجهزة الإلكترونية بيكون موجود، لو لقينا أجهزة إلكترونية بيكون في مكيفة ومحكمة ومغلقة علشان ما يبقاش فيها تراب ولا غبار ولا أي حاجة. ده هو مثلا زي معامل الحاسب الآلي عندكم في المدرسة، لو أنتوا بتدخلوا المعمل هتلاقوا إن المعمل ده مكيف، مكيف ومغلق علشان ما يدخلش فيه غبار او دخان، او ان هو يبقى مكيف لان الاجهزة دي بتبقى محتاجة ان هي تبقى فيه تهوية ليها. طب لو احنا شفنا مثلا تاني زي الاشعة، لو انتوا رحتوا المستشفيات في غرفة الأشعة هتلاقي ان الأشعة دي بردك ان هي محكمة وموجودة في غرفة فيها مكيفات علشان ان الأجهزة دي حساسة جدا، شديدة الحساسية، وبتحتاج ان انا اهتم بيها وما اقدرش ان انا احطها في اماكن مفتوحة. طب لو احنا جينا بعد كده هنلاقي ان هنا بتختلف المعدات الالكترونية من حيث النوع، لو شفنا على الشاشة، من حيث النوع والخدمات واهميتها للجهة المستخدمة، فهي ذات طبيعة خاصة أدت إلى اكتسابها خصائص وميزاتها عن المعدات والآلات العادية. دي كانت طبيعة المعدات الإلكترونية. العوامل المتعلقة بطبيعة الأجهزة والمعدات الإلكترونية، أول حاجة عندي عاملين، العامل الأول اللي هي تركز رأس المال كبير في حيز مكاني صغير، تاني حاجة الحساسية الشديدة للبيئة المحيطة به. العوامل المتعلقة بطبيعة الأجهزة والمعدات، لو احنا شايفين أول حاجة اللي هو تركز رأس المال كبير، رأس المال الكبير، المعدات الإلكترونية دي بتحتاج مبالغ ضخمة جدا في الفلوس، يعني بالمليارات. لو احنا لاحظنا زي ما قلنا في اللي هو معامل الأشعة، معمل الأشعة ده بيكون في مكان صغير، هي بتحتاج بس مكان صغير، بس الأجهزة أو المعدات الموجودة فيه بتكون بتكون عالية، أو المبالغ بتاعتها أو رأس المال مرتفع جدا واخدة مكان صغير. دي أول طبيعة. تاني حاجة من العامل إن هي من الحساسة جدا، فأنتوا لو أنتوا بتلاقوا معامل الأشعة دي هتلاقوها زي ما اتكلمنا قبل كده إن هي بتكون في مكان مغلق ومكيف، وهنا عشان هو حساس، الأجهزة دي بتكون حساسة، تمام. دي هي العوامل. هنيجي بعد كده اللي هي أنواع المعدات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية. اول حاجة ان هي بتخص او ان هي متعلقة، المعدات والاجهزة الالكترونية المستخدمة في البحوث التعليمية، تاني حاجة ان هي متعلقة بالطب، تالت حاجة متعلقة بالاتصالات، واخر حاجة ان هي متنوعة. يبقى انا عندي كام نوع؟ هما اربعة. لو احنا هنشوف كده مع بعض على الشاشة انواع المعدات الالكترونية، القسم الاول اللي هي معدات الكترونية بتستخدم في اغراض هي تعليمية بحثية تجارية. القسم الثاني ان هي معدات الكترونية المستخدمة في الاغراض الطبية. القسم الثالث المعدات الالكترونية المستخدمة في الاتصالات. والقسم الرابع معدات الكترونية متنوعة اخرى. يبقى انا عندي كام نوع؟ هم اربعة. اول نوع اللي هو التعليمي الخاص بالتعليم، النوع الثاني اللي هو الأغراض الطبية خاصة بالطب، والاتصالات، ومعدات إلكترونية متنوعة أخرى. هناخد كل نوع على حدة ونتكلم عليه. أول حاجة اللي هو القسم الأول، معدات الإلكترونية تستخدم في أغراض تعليمية وبحثية وتجارية. إن أنا لو أجي تعرفت الحاسب الإلكتروني بأنه مجموعة من الدوائر
تدار إلكترونيا وتكون بمجموعة مترابطة ومتداخلة ومتتالية من العمليات على مجموعة من البيانات الداخلة اللي هي المدخلات اللي احنا بنسميها مدخلات، وبتتناولها بالتصنيف وفقا لمجموعة من التعليمات والأوامر اللي انا بطلق عليها برامج. طب بغرض ان انا احصل على نتائج ومعلومات اللي هي ايه، مخرجات الاوت بوت، يبقى انا عندي مدخلات اللي هو انبوت، عندي بدخل معلومات او بيانات هنا بستخدمها عن طريق التعليمات والاوامر اللي بيطلق عليها البرامج في غرض الحصول على المعلومات اللي هي الاوت بوت. ان النظام الحاسب الحاسبات الالكترونيه بتتكون من مجموعه من المعدات اللي هي الهاردوير، وبيتم تشغيلها بالاستعانه بمجموعه من البرامج اللي هي السوفت وير. دي المعدات الاساسيه اللي هي المعدات الهاردوير، او ان انا بشتغل البرامج اللي هي السوفت وير، دي معدات ثانويه. اما المعدات دي معدات الاساسيه، اما المعدات الثانويه واللازمه لضمان سلامه التشغيل، عشان اضمن سلامه التشغيل لازم ايه، نظام التكييف زي ما اتفقنا، التكييف الايه الهوائي، ومعدات توليد الكهرباء الاساسيه والاحتياطيه، لان هي بتحتاج الى توليد كهرباء وبتحتاج الى نظام التكييف الايه الهوائي. طبعا عندي هنا بتنقسم الحاسبات الالكترونيه من حيث الحجم الى 3 حاجات، من حيث اللي هو حاسبات كبيره الحجم وحاسبات متوسطه الحجم والحاسبات الايه الشخصيه. لو احنا هنشوف مع بعض اهو، زي ما انتم شايفين على الشاشه، ده حاسبات كبيره الحجم، بيكون ضخم جدا، شايفين اهو ده شكل حاسبات كبيره الحجم. بيتميز هذا النوع من الحاسبات الى ارتفاع القيمات الماديه، ان هو بيبقى مرتفع ماديا، وهو قدرته الكبيره على تخزين المعلومات. تالت حاجه ان هي سرعته فائقه في تشغيل البيانات والحصول على النتائج، فقد تصل تكلفتها الى ملايين الدولارات، يعني زي ما اتفقنا ان هو ايه السعر بتاعه وتكلفته عاليه جدا. وقلنا كمان ان هي قدره التخزين للمعلومات كبيره وسرعته الفائقه في تشغيل الايه البيانات. ده هو حاسبات كبيره الايه الحجم. وغالبا ما يستخدم هذا النوع من الحاسبات في منظمات الايه الحكوميه والجامعات والبنوك والشركات التأمين ومراكز الايه الطبية الايه الكبرى. طب تاني حاجة من النوع اللي هي الحاسبات متوسطة الحجم، اهو شايفينه يعني ايه، هو كده الحاسبات متوسطة الحجم هو اصغر من حاسبات كبيرة الحجم واكبر من الحاسبات الايه الشخصية، زي ما انتوا شايفين كده على الشاشة. بيقولك ان هنا النوع ده من الحاسبات اقل حجما من الحاسبات الكبيرة واكبر حجما من الحاسبات الايه الشخصية. وان كان من الصعب في الوقت الحاضر التفرقة بين الحاسب الكبير والحاسب الايه المتوسط، يعني احنا في الوقت الحالي ما بقدرش ان انا افرق بين الحاسب الكبير والحاسب المتوسط. ليه بقى؟ لان في تشابه كبير في القدرات والذاكره، وبينتج عنها التقدم التكنولوجي الكبير اللي بيميز هذا الايه العصر. يبقى انا حاليا دلوقتي انا ما بقدرش ان انا اميز، او هتلاقي ان الحاسبات الكبيره والحاسبات المتوسطه الاتنين شبه بعض في الوقت الحالي، عشان حصل ان هو التكنولوجيا والتطور التكنولوجي الهائل اللي حاصل في الوقت الحالي، فما بقدرش ان انا افرق بين الحاسبات الكبيره والحاسبات الايه المتوسطه في السرعه او في السرعه الفائقه او التكلفه، هتلاقيهم الاتنين متشابهين. يبقى هنا خدنا النوع الاولاني اللي هي الحاسبات كبيره الحجم، وخدنا حاسبات متوسطه الحجم. التالت حاجه اللي هي الحاسبات الشخصيه. الحاسبات الشخصيه زي ما احنا عارفين اللي هو زي الايه، زي اللي هو جهاز الكمبيوتر بتاعنا اللي احنا بنستخدمه فردي، اللي هو شخص واحد اللي هو بيستخدمه، تمام كده، اللي هو الحاسب الالي. لو احنا شفنا مع بعض على الجهاز او الحاسب او الشاشه، الحاسبات اللي هي الشخصيه اهو اللي هو جهاز الكمبيوتر بتاعنا اللي انا بستخدمه فرد واحد بس.
بيتوازي الحاسب الشخصي او ما يطلق عليه الحاسب الصغير بصغر حجمه، حجم بتاعه صغير. وساعات التخزين للبيانات، انخفاض التكلفة، التكلفة بتاعته منخفضة طبعا، ويتم تشغيله بواسطة فرد ايه واحد فقط. هناخد هنا بصفة عامة تميز الحاسبات الإلكترونية بالعديد من الخصائص. من أهمها أن هاخد الخصائص اللي بتميز الحاسبات الإلكترونية. أول حاجة القدرة على أداء العمليات الحسابية المختلفة، إن أنا أقدر إن أنا أعمل العمليات الحسابية المختلفة بسرعة في إيه فائقة. تاني حاجة القدرة على أداء العمليات المنطقية. تالت حاجة من الخصائص ان انا القدرة على تخزين المعلومات، اقدر ان انا اخزن المعلومات واستخدمها واستعادتها وفقا للتعليمات المخزنة في ذاكرة الايه الحاسب. القدرة على التحكم في الاخطاء، حيث يمكن اجراء 1000 العمليات الحسابية في ثواني او ثواني معدودة دون اي اخطاء. طب الحاسبات الالكترونية في جمهورية مصر العربية، أنا عندي انتشرت الحاسبات الإلكترونية في مصر بشكل كبير، وأصبحت المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والعامة والخاصة والحكومية بتعتمد عليها في أداء عملها، بل وأنشأت بعض الجهات مراكز للحسابات الإلكترونية ويطلق عليها مراكز الحاسب العلمي أو الآلي. يبقى هنا في مصر انتشرت، احنا دلوقتي ما نقدرش ان احنا نقعد من غير الاجهزة الالكترونية. لو انتوا هتلاحظوا في مصر على طول عندنا الاجهزة الالكترونية زي الحاسب الالي على طول، هتلاقي في الاجهزة الحكومية، في المنظمات، في الخاصة، في كل حاجة، في المستشفيات، هتلاقي ان الاجهزة دي متواجدة معانا. قد دخلت مصر عصر استخدام الحاسبات الإلكترونية سنة كام؟ سنة 1963، حيث تم تركيب أول جهاز حاسب آلي في معهد التخطيط القومي. يبقى هنا في مصر سنة 1963 كان أول حاجة ركبناها هو أول جهاز حاسب آلي في معهد التخطيط الإيه؟ القومي. طب السنة اللي بعديها اللي هو سنة 1964 تم تركيب حاسبين بكل من جامعة الإسكندرية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يبقى أنا عندي سنة 1963 كان أول جهاز اتركب في معهد التخطيط القومي، والسنة اللي بعديها اتركب حاسبين، الحاسب الأول كان في جامعة القاهرة والتاني في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هناخد القسم الثاني، احنا اتكلمنا الاول من انواع المعدات الالكترونية اللي هي معدات الالكترونية اللي باستخدام او مستخدمة في الاغراض التعليمية. هناخد القسم الثاني اللي هي المعدات الالكترونية المستخدمة في الاغراض الطبية، ومن اسمها كده الاغراض الطبية اللي انا بستخدمها في المستشفيات. في خلال العقود القليلة السابقة تطورت تكنولوجيا الطب بشكل كبير، وكانت نتيجة الابتكارات الطويلة التي تمت في علوم الحاسب والإلكترونيات والعلوم الطبية والهندسية، وأن المعدات الطبية دي بتساهم بدرجة كبيرة جدا في توفير العناية والرعاية والتشخيص والعلاج والعلاج الطبي الدقيق والسريع. يبقى هنا المعدات الطبية دي بدأت أن هي بتسهل درجة كبيرة جدا في التشخيص، أن أنا بقدر أن أنا أتشخص الصح، بتقدر ان هي تعملي الأشعة، بتقدر ان انا احس بيبقى في رعاية وعناية بالشخص اللي هو المريض. فهنا المعدات الطبية دي ساهمت بدرجة كبيرة جدا في تشخيص المرض، ان هي في علاج، في العلاج، في ان انا ابدأ ان انا اشوف المريض ده في ايه واقدر ان انا اعالجه. طب لو احنا بعد كده هنشوف ايه هي امثلة المعدات اللي هي الالكترونية مستخدمة في الاغراض الطبية. اول حاجة زي ما انتم شايفين اجهزة الاشعة اللي بتستخدم في التشخيص والعلاج. دي هنا جهاز الاشعة ده اللي هو بستخدمه عشان اشخص وايه والعلاج. هنا معدات انتاج الموجات القصيرة، وهنا اجهزة التنفس الصناعي دي الخاصة بالطبي.
هناخد القسم الثالث اللي هي المعدات الإلكترونية المستخدمة في الاتصالات. لو احنا نفتكر مع بعض من الأنواع، أخدنا المعدات الإلكترونية المستخدمة في التعليم والبحثية، أخدنا في القسم الثاني أو النوع الثاني المعدات الإلكترونية المستخدمة في الطب، ثالث حاجة القسم الثالث اللي هي المعدات الإلكترونية المستخدمة في الاتصالات. وطبعا مع التطور التكنولوجي ودخول عصر الدوائر المتكاملة والحاسبات الإلكترونية وتطورات المعدات الإلكترونية المستخدمة في الاتصالات، إنها ساهمت بشكل فعال في الحياة الاقتصادية، بحيث من الصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي. يعني انا ما اقدرش ان انا استغنى عن دلوقتي الموبايلات، الاتصالات، التليفونات، وما نقدرش ان احنا في الوقت الحالي ان احنا نستغنى عليها، لان هي بتؤدي الى ان ساهمت بشكل فعال في الحياة الاقتصادية. من اهم المعدات الالكترونية المستخدمة في الاتصالات هنا السنترالات، اجهزة التلكس، ده كان زمان اصلا في اجهزة التلكس، الاقمار الصناعية، ومعدات الرادار. القسم الرابع اللي هي معدات الكترونية متنوعة اخرى. عندي هنا القسم الرابع اللي هي الالكترونيات معدات الكترونية متنوعة اخرى. هناك معدات الكترونية ساهمت بشكل فعال، المعدات الالكترونية دي ساهمت بشكل فعال في تطوير وازدهار أوجه نشاط مختلفة، مثل الشركات الصناعية واستوديوهات الإذاعة والتلفزيون والسينما والمعامل اللغات ووكالات الإعلان. كده احنا لو احنا نتفق شفنا مع بعض ان احنا خدنا ايه يا جماعة، خدنا اول حاجة او اتكلمنا عن انواع المعدات انواع المعدات الالكترونية، وقلنا ان هما الانواع كام، قلنا ان هما اربعة، اللي هي معدات الإلكترونية الخاصة بالتعليم، التعليمية والبحثية، والمعدات اللي هي خاصة بالطبية وبتتكلم عن الطبي، وخدنا اللي هي خاصة ب اللي هي الخاصة بالاتصالات اللي هي التليفونات، ان انا ما بقدرش ان انا استغنى عليها في الوقت الحالي، واخدنا اللي هي المتنوعة خاصة بالراديو او الإذاعة والتلفزيون. كده احنا اخدنا، لو احنا نفتكر مع بعض، احنا كده اخدنا الوحدة الاولى من تأمين التأمينات الهندسية، الوحدة الاولى في الباب الثاني اللي هي تأمين عطل الآلات، واتكلمنا عن المفهوم، واتكلمنا عن الاحكام، وقلنا ان الاحكام هم ثلاثة، اللي هي مبلغ التأمين وتسوية التعويضات والأخطار المغطاة، وأخذنا الاستثناءات، وأخذنا الشروط العامة. جينا في الوحدة الثانية احنا أخذنا الجزء، أخذنا التعريف بتاعه والمعدات، وأخذنا أنواع المعدات. للأسف حلقتنا انتهت، أشوفكم على خير في الحلقة الجاية، واستنوني في الحلقة الجاية هنكمل الوحدة الثانية اللي هي معدات الأجهزة الإلكترونية. وإلى وأتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.